الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارضى عنهم واجعلنا من محبيهم المحسنين المتابعة لهم، وأخزي كل من يشنأهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، الحديث حول حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين الذي فيه ذكر قواعد الإسلام، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام ولا يصح عمل بدونه، لا بد أن يكون هذا الركن مستعملا معتمدا في جميع أركان الإسلام الباقية. شهادة لا إله إلا الله أنه لا معبود في الكون سوى الله، لا ملك ولا إنسان ولا جن ولا صنم ولا أي شيء، العبادة لله جل وعلا، هو الذي له العبادة وحده لا يشركه معه أحد. وشهادة أن محمد رسول الله أنه هو الذي بلغ هذه الرسالة الشاملة واسعة للإنس والجن، فلا بد فما من عمل إلا بأن يقتدي الناس به، وأي عمل يعمله الإنسان ليس عليه ما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه فإنه غير مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم فيما يتعلق بالصلاة وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولا بد أن تشتمل الصلاة على معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا بد أن يكون المصلي شاهدا لله بالعبودية وحده، وشاهدا بأن محمد رسوله الذي أرسله رحمة للعباد. هذه الصلوات الخمس التي يشير إليها أمس هي في أوقاتها، الأولى هي صلاة الظهر النهارية وهي يسميها الصحابة الصلاة الأولى، العصر التي تليها المغرب، العشاء، والفجر هو الذي عند طلوع الفجر. هذه الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن لم يحافظ عليها لا يعتد محافظا على الإسلام. لماذا؟ لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان الصحابة يعدون ترك الصلاة كفر، والإنسان إذا أمر أن يصلي فأبى يمهل، فإذا أمهل ثلاثا فلم يستجب يقتل، سواء قتل مرتدا أو قتل لعدم قيامه بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني كانت النصرانية موجودة في اليمن من قبل الإسلام، بسبب أن الحبشة وهي دولة النصرانية حكمت اليمن، وهي التي جاءت عام الفيل لتهدم الكعبة ولم تنجح، وقتل الذين أتوا كما قال الله: أرسل عليهم طيرا أبابيل منهم بحجارة من سجيل فما بقت أحدا منهم الذين جاءوا. فقال النبي: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن قبلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم قبلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم قبلوا فأخبرهم أن دماءهم وأموالهم حرام إلا بحق الإسلام. حقوق الإسلام: الذي يجحد الصلاة يقتل إذا رفض يؤديها، الذي يرفض أداء الصلاة الزكاة يجبر، إذا ادعى أنها غير مفروضة يقاتل. وذلك الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض قبائل العرب عن أداء الزكاة، واستخلف أبو بكر الصديق فجهز الجيوش لقتالهم وقتلوا، وقتل أناس، وقال بعضهم أشعار يقول: ما نقبل، ما دام مات الرسول فلن نعطي الزكاة لأحد. ثم استقر الأمر على الأمر بدفع الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو ما منعوني عقالا، والعقال يعرف أكثركم ما هو، وهو الحبل المنصوف التي يعقل به المعير حتى لا ينفلت يمنة أو شيء، قال: لو منعوني عقالا، وهو رخيص في ذلك الوقت لأنه يؤخذ من وبر الإبل، يقول: لو منعوا قاتلتهم عليه. فاستجاب العرب ورجعوا إلى دين الإسلام الذين تخلوا عنه، وليسوا بكثرة، وإنما بعض القبائل كما قال ذاك يقول: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. لكنهم انتهت بأن انتصر الحق على الباطل، وأصبحت جزيرة العرب كأنما هي كتيبة إسلامية. فيما يتعلق بالصلاة، الصلوات 5، النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالإنسان عليه أن يحرص إن كان يعرف اللغة أن يحفظها، وإن كان ما يعرف يتعلم ويجتهد لمعرفة فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، والله سماها الصلاة كما في الحديث القدسي أن الله يقول: إذا حمد الله المصلي وقال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. يقول جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني وصفني بأني الرحمن وبأني رحيم، هذا من باب المديح والثناء. وإذا قال مالك يوم الدين مجدني، لأن المجد هو السلطة والنفوذ والملك الكامل. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا قال الله هذا بيني وبين عبدي. إن صدق بالعبادة مخلصا بها لله فجزاؤه عند الله، وإن كذب فإن الله لا تخفى عليه خافية. في هذه الصلوات ينبغي للواحد أن يحرص عليها، أن يحفظها، إذا دخل في الصلاة يستشعر مناجاته لربه جل وعلا، ثم لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يسرح طرفه يمنة ويسرة، وإنما يحرص على أن يثبت بصره أمامه. وأفضل ما يكون أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا يتلفت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الالتفات اختلاس من الشيطان يختلس به شيئا من صلاة المصلي. فليحرص المصلي على أن يركز اهتمامه وتفكيره بهذه العبادة العظيمة، ويستشعر عظمة الموقف، وأنه يناجي الله، وأنه عندما يقول إياك نعبد يخاطب الله بدون واسطة، فليحرص على احترام ذلك. ثم ليحرص على أوقاتها تؤدى في وقتها،
ثم ليحرص أن يصلي مع الجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذا الرجل، من ما حين يبلغ يكون مميزا إلى أن يكون بالغا إلى أن يكون شيخا كبيرا لا بد من الصلاة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضائلها، وأن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 جزءا وفي رفض 25 جزءا، يعني صلاته منفردا صلاة واحدة، فإذا صلى مع الجماعة كتبت له 27 صلاة. الإنسان لو يعمل عملا دنيوي وإذا ذهب مسافة 100 متر أو 200 متر يأخذ 27 درهما، وإن صلى في مكانه درهم، فإذا لم يكن له مانع يمنعه من الذهاب عده الناس سفيها إذ يفرط بهذه الأرباح العظيمة. كيف والذي يترك الصلاة مع مساء الجماعة يتعرض للعقوبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأمر برجل يؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون جماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، وفي رواية لا آمر أن يؤتى بحزم حطب ثم أحرق على بيوت المتخلفين عن الصلاة للنار. ثم قال فيما بعد: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. لا يقدم النبي على نية عقوبة بالنار يحرق فيها المتخلف إلا لعظم أداء الصلاة وأهميتها، فاحرص أيها المسلم. ويقول عبد الله بن مسعود: لقد عهدتنا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ما يستطيع أن يمشي، يعتمد على أحد من يمينه وعلى آخر عن يساره، ويمشي خطواته معتمدا على الاثنين حتى يقام في الصف. يقول: ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فهل يرضى الواحد أن يتصف بصفات المنافقين؟ ثم ليحرص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ما كان عندهم الصبيح وأنوار كاشفة، ففي الليل هذا المنافق ما دام أنه لا يرى ما يحضر للصلاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلوات الفجر والعصر والمغرب والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين. فينبغي للمسلم أن لا يرضى لنفسه بأن يكون متخلقا بصفات المنافقين، لسيما وأن النفاق الاعتقادي الذي يموت عليه المنافق منزله الدرك الأسفل من النار، فالأمر عظيم. فليحرص المسلم وليجتهد في ذلك، وليستشعر الفضائل العظيمة للمحافظة على الصلاة مع الجماعة، فإن ذلك الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد يعني لا يرتاح إذا لم يكن له عمل يصرفه، لا يرتاح إلا أن يجلس في الأوقات التي ينتظر فيها الصلاة في المسجد. والنبي أخبر أن الجالس في المسجد ينتظر الصلاة أنه في صلاة، فينبغي أن أيضا أن يحفظ نفسه في هذا الموقف ألا أن يستمر على طهارته. يقول: والملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام ينتظر، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، يعني ما لم تنتقض طهارته. فليحرص المسلم إذا جلس بانتظار الصلاة وهو ينوي أن يصلي مع الناس أن يكون مفكرا في هذه العبادة، متصفا بالصفة التي ينبغي أن يكون عليها. ثم ليحرص إذا حان وقت الصلاة أن يكمل الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟
قالوا له كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف يتراصون فيما بينهم يعني يسدون الخلل ويتمون الصف الأول فالأول، فينبغي للواحد أن لا يصف في الصف الثاني والأول لم يكمل، ولا في الثالث والثاني لم يكمل، أن يحرصوا على إكمال الصفوف امتثالا لأمر رسول الله ورغبة في أن يتشبهوا في الملائكة بحسن المصافات. ثم ينبغي للمصلي أن يحرص في صلاته على الدعاء. المشروع له أن يدخل الصلاة باستفتاح، بأن يستفتح الصلاة بماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أو سبحانك اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض المندس، واغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. وكلا الحديثين في الصحيحين، الأول عن عمر وهو يتضمن الثناء على الله جل وعلا وتمجيده، وأما الحديث الآخر فأن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك تسكت سكتة خفيفة يا رسول الله قبل أن تقرأ الفاتحة، ماذا تقول؟ قال إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. فأنت أيها المسلم كما تشاء، إما بهذا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، هذا فيها تمجيد لله، وأما تلك ففيها سؤال في الطلب. والعبادة قسمان، عبادة طلبية وعبادة ثناء على الله. فالدعاء بالثناء على الله أشرف، لأنك لما تثني على الله تقول اللهم أنت الكريم الأكرم، أنت العفو الرحمن، أنت غفار الذنوب، يعني تذكر صفاته. معاني هذا الكلام أنك تطلب من الله أن يحذيك من هذه التي هي من أوصافه جل وعلا. ولذلك الدعاء بالثناء على الله أشرف وأعظم من الدعاء الذي هو الطلب. ولذلك الرجل الذي قال له النبي يريد أن يعلمه الدعاء قال تقول اللهم أعطني كذا وكذا، اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفعال لما تريد، أعرابي. قال يا رسول الله هذه لربي، ما الذي لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. فاحرص في هذه العبادة إذا كبرت أن تقرأ دعاء الاستفتاح ثم تسمي الله وتستعيذ به وتسميه وتقرأ الفاتحة، واحرص على قراءتها ولو كنت خلف الإمام. إن كان الإمام يدع فترة للمأمومين يقرؤون فيها الفاتحة فاتخذها، وإذا لم يكن فاقرأ معه أو قبله أو بعده، احرص على قراءتها، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله لا صلاة ليس معناها أنها باطلة 100%، ولكنها ناقصة للحديث الثاني الآخر وهو في الصحيح، أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج هو النقص. ويعرف الفلاحون أهل النخيل قنو الخداج الذي لم تستتم حبات القنو، ويقولون أيضا إذا ألقت الناقة ما في بطنها قبل أن يتم قالوا أخدجت، فهم يقصدون بذلك النقص. فاحرص على أن تكون صلاتك بقدر إمكانك كاملة. ثم في الركوع بادر بقول سبحان ربي العظيم وكررها 3 مرات 5 مرات إذا كان الإمام يطيل أو كنت منفردا، وكلما أكثرت كلما استوعبت خيرا. لكن لا يكون الركوع أطول من القيام، وإنما يكون القيام هو الدرجة الأولى بالطول، ثم الركوع يأتي قريبا منه، ثم عندما يرفع الإمام أو المأموم
رأسه من الركوع إن كان مأموما قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وإن كان مأموما قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وإن زاد ثناء على الله جل وعلا ويقبل فلا حرج. ثم يركع يسجد وهو في حال قيامة يضع يده اليمين كف اليمنى على ساعد وكف اليسرى ويمسك به سواء جعله تحت الصدر أو في منتصف ذلك، الأمر يسير كله ولله الحمد. ثم إذا رفع إذا دخل الصلاة مكبرا يرفع يديه حتى تكون الكفان قريبة من الأذن الأذنين، لا تدع تعلوها لكن لا تنزل عنها كثيرا، تبلغ الأصابع إلى فروع الأذنين. ثم يدخل بالقراءة، فإذا ركع رفع يديه كما رفع في الدخول، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، هذه ثلاثة مواضع في الصلاة كلها رفع اليدين. فيه الرابع إذا قام من التشهد الأول من الركعتين ليأتي بالثالثة أو بالثانية بالثالثة والرابعة يرفع يديه، وكل ذلك ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم. فاحرص بقدر المستطاع أن تكون مكملا صلاتك بجميع أحوالها، وكلما كانت الصلاة أتم وضعا وأتم أركانا وأتم في الحركات، عندما تركع لا تجعل ظهرك كالسنام مرتفعا لا، ولا تحصره حتى يكون منحدرا، وإنما يكون يمتد الظهر. تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع إناء فيه ماء ما خشيت عليه. يقول الصحابي إنه إذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم يكون رأسه على امتداد ظهره، لا يحنب الرأس مرتفعا ولا يدليه في ركوعه. فاحرص بقدر المستطاع أن تحسن أداء هذه العبادة العظيمة الشريفة التي هي أشرف الأعمال البدنية ذات الحركات، فاحرص على أدائها. إذا سجدت من الركوع فاشرع سبحان ربي الأعلى. السجود لما صار هو أخفض حالة للساجد وأوطأها شرع له أن يتذكر علو الله، فيقول سبحان ربي الأعلى على كل شيء، ويكرر ذلك ثلاثا أو خمسا. لكن لو قال مرة واحدة أجزاء، وأما أن لا يقول فلا يجوز ذلك، لا بد من القول. ثم يدعو بما شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قد مر يقول أما الركوع فعظموا فيه ربكم. وأشرت لكم قبلا أن العرب وغيرهم كانوا يعظمون كبراءهم ويركعون عنده إذا حضروا إليه، فبين النبي عدم جواز ذلك للخلق وإنما هو للخالق جل وعلا. فقال النبي فأمر الركوع فعظموا فيه ربكم. وأما السجود فلأنه أقصى حالات النزول والاستصغار بين يدي الله، فأكثروا فيه الدعاء فقام يعني حري أن يستجاب لكم، فتذاكروا هذا. ثم إذا رفعت من السجدة الأولى ادع اللهم اغفر لي وارحمني وارزق لي وبارك لي وثبتني إلى آخر بما تشاء من الأدعية، لكن لا تستعجل، لأنه قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم تقول في السجدة الثانية، وهكذا في جميع الصلاة. هنا وقت النوافل احرص على أدائها. واختلف العلماء هل تقال النافلة في السفر الرواتب أولى، ولا شك أن أصح الأقوال أنها تؤدى. وإن كان عبد الله بن عمر قال لو كنت مسبحا يعني متنفلا بعد الفريضة لأتممت صلاتي، الأمر ليس إليه، الصلاة توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله رسالاته، وإنما الصحابة يبلغون ما رأوا. فالنبي ذكر في الحديث الصحيح من
حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وعددها 4 قبل الظهر، وركعتان بعد هذه 6، وركعتان بعد المغرب هذه 8، وركعتان بعد العشاء هذه 10، وركعة الفجر هذه 12، وفي لفظ آخر 10 وهو في الصحيح أيضا، فلا حرج. ثم هناك أشياء أخرى، النبي قال بين كل أذانين صلاة. ما هما الأذانان؟ يعني بين الأذان والإقامة، قالها 3 مرات، قال بين كل أذانين، والحديث في الصحيح قالها، قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني تراها نافلة لكن الأفضل. وقال عن المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين، طوعا صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء، يعني ليست هذه من الفرائض ولكنها كأنها روافد لهذه الفرائض. وقد جاء في الحديث الأمر من الله جل وعلا إذا لم تكن الصلاة العبد منظمة محكمة وفيها نقص يأمرهم أن يأخذوا لها ما يتممها من النوافل إذا كان محسنا للنوافل. فاجتهد أيها المسلم في أداء هذه العبادة العظيمة التي هي النور والنجاة والبرهان يوم القيامة لمن أحسنها وأداها. ثم احرص إذا رأيت ناسا محسنين لها أن تشابههم أو أن تسبقهم، فإن المسابقة في هذه الفضائل والحرص على التفوق فيها بغير رياء ولا مدبهات ولا صلف، وإنما رغبة في التكميل وحبا في تعظيم الأجر عند الله جل وعلا، فاحرص أيها المسلم. ثم فيما يتعلق في أمور أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لبلال، يا بلال إن لم ما أدخل الجنة يعني بالرؤيا بالحلم إلا أسمع دفن عليك، فما أحب شيء إليك وما أهم شيء عندك. قال ما توضأت في ليل أو نهار إلا صليت ركعتين في الوضوء ذلك. فانظروا، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. النبي تعجب من رؤياه المنامية ورؤيا الأنبياء حق، ما هو أعلى عمل عندك وأحرص شيء كنت تحرص عليه؟ قال ما كنت أترك ركعتين لكل وضوء أتوضأ، فإذا فعلت ذلك فهذا حسن ولو كان في وقت نهي، لأن من أوقات النهي النبي قال من دخل المسجد وهو على طهر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان قد صلى قبل ذلك، وإن دخل المسجد وهو قد صلى فوجد الناس أقيمت الصلاة للصلاة عصر أو فجر مثلا وهي التي بعدها النهي، قال النبي صلي معهم تكن لك نافلة. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الفجر فإذا رجل لم يصلي قال ما لكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ودخلت المسجد فأقيمت الصلاة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. الطواف بالبيت النبي نهى، قال لا تمنع أحد طاف بهذا البيت ساعة من النهار، يعني أن يتقرب إلى الله بركعتي الطواف، إلى غير ذلك. هناك الصلاة الواحد صليها للحاجة، يريد أن يسأل ربه ويطلب حاجة منه يصلي ركعتين، أو للاستخارة يصلي ركعتين، يحرص على أن يكون متوطنا في أدائها مستحضرا فكره وحاجته مستعظما بينا عظمة الموقف بين يدي الله. فإذا صلى ركعتين استخار ودعا دعاء الاستخارة، فاحرص أيها المسلم. هذا مجمل فيما يتعلق بأداء الصلاة، وإن شاء الله إن بقينا أحيانا نتحدث عن الزكاة في الليلة القادمة، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لإحسان أداء هذه الفرائض، وأن يتقبلها منا، وأن يحسن جزاءنا، وهو جل وعلا هو رب الإحسان،
كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يمنحنا التوفيق في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفرج كروبات المكروبين من المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يشبع جائعهم ويغني فقيرهم ويقضي ديون من المدينين منهم بمنه جل وعلا وكرمه كما أسأله سبحانه، أن يعاجل بالفرج أهل الشام، أن يعاجلهم بالفرج بالتوبة إلى الله من الذنوب والعزيمة الصادقة على إخلاص التوحيد لوجهه جل وعلا، وأن ينصرهم على عدوهم النجس الفاجر الخبيث النصيري الباطني هو ومن يعينه كما أسأله جل وعلا، أن ينزل في من يعينون تلك الدولة النجسة في الشام من الحزب الخبيث في لبنان والطائفة الاثنى عشرية في العراق والشام وإيران وفي كل مكان، أن يعاقبهم الله عقابا عاجلا يتحدث عنه الناس في المشارق والمغارب كما أسأله جل وعلا، أن يعاقب الدول الكافرة القوية الفاجرة الخبيثة التي تمد النصيرية وحزب دولته بما تمد وتدمر ما تدمر في بلاد الشام، أن يرينا فيها في بلادها عجائب قدرته، وأن يجعل المسلمين فيها أي في بلادهم في منأى عن هذه الأمور الكثيرة كما أسأله جل وعلا، أن يعاجل أهل اليمن بالفرج بالانتصار على هذه الطائفة النجسة التي ما كان لها في السابق أن تتكلم، وإنما قد تتجمع جماعات وتسب أهل السنة وتلعنهم، وإن كان لا يرضى الإمام الزيدي وكان يمنعهم، لكنهم في هذا الوقت بعد ثورة الرافضة في إيران وبعد أيضا تسلم السلطة في العراق بالمواطئات التي حصلت من الكفار الذين لا يريدون لأهل السنة قياما حقيقيا، فانتعشوا في اليمن وأرادوا أن يفسدوا اليمن على أهل اليمن الذين هم ليسوا رافضة، ولكن الله جل وعلا إن شاء الله هو بالمرصاد لكل عابث، فنسأل الله أن يعاجلهم بالعقوبات المتلاحقة أي هؤلاء الرافضة في اليمن، وأن يخزيهم ويذلهم ويكبتهم ويكبت كل من يعينهم أو يتعاهد معهم كما سأله سبحانه، أن يطفئ الفتن من بقية بلاد المسلمين في مصر والسودان وفي كل مكان، وأن يحل الخير فيها، وكذلك في العراق الذي كان عامة أهل العراق أهل سنة، ثم في هذه الفترة وبعد سقوط الدولة التي مع صدام حسين الذي كان متجبرا وتكالب الأعداء عليه لا بغضا للتجبر ولكن حرصا على تفتيت الجماعات السنية في العالم، فنسأل الله أن يخزي كل من كان هذا مقصده، وأن يعيد للعراقي أمنه وأمانه أيضا وحكم أهل السنة فيه الذين يتوارثون هذا الحكم. وأكرر أن إيران كانت على المذهب الشافعي وإن كان فيها رافضة، وفي أواخر القرن التاسع شخص يسمى إسماعيل الصفوي صار شاه إيران واعتنق المذهب الرافضي، فأفنى مليون أو أكثر من المليون كلهم من الشافعية ونبش بعض قبورهم وأحرقهم هم إلى غير ذلك. ولا شك أن من يعرف المذهب الرافضي يعلم أنه عدو للسنة وعدو للصحابة، لا يستثني من الصحابة إلا عليا وبنوه وبنيه ومن اتفق معهم قلة، ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان ويزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا علي رضي الله عنه ومن كان معه من بنيه وغير ذلك،
فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم عاجل غير آجل، إنهم مجيبوا الدعاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج المسلمين في كل مكان ويزيح عنهم كل ما يذلهم في شرق الدنيا وغربها، إنهم مجيبوا الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.